العملية تأتي ضمن برنامج متكامل لتصدير مادة الإسمنت إلى عدة دول إفريقية. اليوم 52 ألف طن رايحة للغابون وكوت ديفوار. لليوم سيلاس رانا في 500 ألف طن. فيما ستكون الوجهة المقبلة لمجمع سيلاس أوروبا والأمريكيتين، وهي خطوة توصف بالمهمة اقتصاديا. الجديد اليوم هو أن les orientations de monsieur le président de la République à chaque fois c'est l'exportation et faire entrer des devises on تخلاو على البترول و سي بريمير نعطيها لكم on va exporter fin de l'année inchallah aux deux Amériques. المسافة طويلة لأمريكا لازم 50 ألف وفوق، ما بين 50 55 ألف باخرة، في الباخرة يعني إن شاء الله راح ندخلوا لأنه المنتوج تاعنا مطلوب كثير. ميناء عنبة الذي انطلقت منه هذه الكمية يخضع اليوم إلى عملية تهيئة وتوسيع قصد السماح للمصدرين من شحن بضائعهم في ظروف جيدة. مؤسسة ميناء عنبة بصدد تفكيك مصنع قديم لصنع الغاز، راح توفر 4 هكتارات تكون منشأة لاستقبال الحاويات. ضيف لذلك كان فيه مشروع باش يكون توسع لميناء عنبة باش يكون مصدر للتصدير الفوسفات. للإشارة أن الكمية المقررة تصديرها إلى غاية نهاية السنة ستصل إلى أكثر من 600 ألف طن.